ولكن قبل أن أترك هذا الكرسي أو هذه المنصة، هنا الآن ما بين أيدينا الآن أخ عزيز من إخواننا الذين اهتموا بدراسة الديانات الأخرى ومواجهة أصحاب هذه الديانات بحجة الإسلام وبمعجزة القرآن، وكثيرا ما اطلع على ما لم نطلع عليه من عوار هذه الديانات، وقد حاور كثيرا من الأساوسة والمنصرين وهو الأخ أحمد مخيمي، فنرجو أن يتكلم بعض الكلمات هنا، والله تعالى يمدنا وإياه بالتوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا يستطيع الواحد طبعا أن يعقب على كلام الشيخ وما أعرفه أنا عن الديانات المقارنة أو عن ديانات الأخرى يعتبر قليلا جدا جدا من كثير. وقبل أن أتكلم عن أي موضوع أو عن أي من النقاط، أود أن تعذروني إذا ما أصابت لغتي شيء من الركاكة، لأن عادة ما تحدث باللغة الإنجليزية، واللغة العربية أحيانا أو عادة ما تكون ضحلة. بالنسبة للنصارى، طبعا لا يخفى عليكم أن لديهم نشاط تبشيري كبير جدا جدا في الدول العربية طبعا والدول الخليجية، لديهم نشاط طبعا في دولهم، وعادة ما يحاولوا أن يتعرفوا على الطلبة المسلمين، وأن يتعرفوا على الطلبة المسلمين بادئ ما يبدأوا به أن يشككوهم في دينهم، وبعد أن يشركوهم في دينهم كما تفضل الشيخ يتركوهم في بحر عميق من الشك والحيرة والضلال، ولا يسمح لهم أو لا يجعلوا من هؤلاء الأشخاص ناس لا يحبون الحقيقة وينأون عن الحقيقة بشكل فظيع جدا، ويتمنى أن يخلق دينا خاصا به مكون من جميع الديانات حسب ما يتوافق مع رأيه، وبالتالي طبعا ينحرف ويذهب إلى الضلالة. إذا استطعت أنا أن ألخص الكلمات البسيطة بعض من الأشياء التي قد تحدث وتحدث كثيرا، نعم بالنسبة للطلبة في صنف بريطانيا، أنا تعلمت في بريطانيا. بالنسبة للنصارى هناك القضايا التي تناقش طبعا قضايا التثليث، قضايا تحريف القرآن، قضايا تعديل الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، قضايا أن الإسلام لم يمنح المرأة حقها، وهم يعرفوا كل المعرفة ويعرفون كل المعرفة أن الإسلام هو أول دين أعطى للمرأة حقها الصحيح. من القضايا الأخرى التي بدأت حديثا يتكلمون عن أن القرآن، بلغ الشيخ بهذا الموضوع وهذا الموضوع بادي في عمان بشكل فظيع جدا، أن القرآن وضع من قبل إله، هذا الإله يشار إليه باللغة العربية على أنه مذكر، نزل على لسان رجل في مجتمع ملؤه رجال، فسر من قبل رجال، وبالتالي لا غرو أن يكون متحيزا للرجال وعصريا بالنسبة للنساء. وبالتالي ترى أن كثير من النساء في هذا المجتمع للأسف بدأنا بالاستماع إلى هذه النظرية، وبدأنا بالتحقيق فيها وبدأنا في دفاع عنها. وقد تناقض الواحدة نفسها تقول ولكن أنا أؤمن بالله، إذا أمنت بالله يجب أن تؤمني بما يقول الله سبحانه وتعالى، والإسلام عقائديا يجب أن نؤمن به ككل، ولا يمكن نؤمن بعض الكتاب ونكفر بعض الآخر. من الأشكال الأخرى التي يناقض بها أنفسهم مسألة مثل ما ذكر الشيخ ناسوتية ولاهوتية المسيح، وفعلا مثل ما تفضل الشيخ من جميع النقاشات اللي معهم يصرحوا أن مسألة الناسوتية أو اللاهوتية مسألة خصت بها المسيحية، مسألة غامضة وهي ما تميز المسيحية عن جميع الديانات، وبالتالي هم ليس من المطلوب منهم أن يفهموا هذا الغموض، ولكن مطلوب منهم أن يؤمنوا به وأن يعيشوا في هذا الهوى السحيقة من هذا الغموض بدون الرجوع أو النقاش فيه، وقد يعتبروا أن النقاش في هذا الموضوع كفرا، لأنه يطعن يمس حقيقة أساسية في الديانة عندهم.
النقطة التي دائما نفس الشيء عادة لا تناقش معهم لأنهم يحسون بضعفهم في هذه النقطة، مسألة صب المسيح. المسيحية الآن أو النصرانية الآن ترتكز على ركيزة واحدة فقط، صلب المسيح وأنه مخلص العالم وأنه فدى العالم بروحه، وأن الله عز وجل تعالى الله عما يصفون قد حل فيه وأراد أن يغفل العالم جميع ما حل بهم وأن يغفل العالم غضب الله. إن الله سبحانه يقولون أن الله سبحانه وتعالى عندما أخطأ آدم وأكل من الثمرة المحرمة في ثورة غضب الله عليه اتخذ حكما قاسيا، أولئك ولم يكن يعني أحسن استغفر العظيم بالله سبحانه وتعالى أن يصدر مثل هذا الحكم الغاضب على آدم بطرده ونفيه من الجنة. وبالتالي أراد الله عز وجل تعالى أن يكفر عن ذنبه بالنسبة لأبناء البشرية، فخلق عيسى وأحل نفسه في عيسى وذبح نفسه في عيسى وثم صلى بالصلب، وبالتالي كفر عن جميع الأخطاء التي تسببت أساسا من غضب الله اللامبرر له سابقا. طبعا الآن إذا احنا استطعنا أن ننقض أن الصلب لم يتم، انتقضت المسيحية برمتها، لن يكون هناك مسيحية حالية، خصوصا أن الآن من الأخطاء نجأت في النصرانية الحديثة أنهم فصلوا ما يسمى بالدين اللي هو طريقة الحياة عن الدولة اللي تحكم المجتمع، عن الكنيسة اللي هو الجسم أو البدن الذي يحاول أن يجمع ما بين الشيئين أو أن يشرع في الديانات. لا يؤمن بمشرع واحد، لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى على أنه هو الشارع الوحيد للديانات والمبادئ والشرائع في المسيحية، بل يؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد يحل في شخص وعن طريق روح القدس قد يوحي إليه ويشرع ما يشاء. من الطرائف في عام 1994 تقريبا انتشرت عند الكنيسة إحصائية، الكنيسة خصوصا في بريطانيا، أن الغالبية العظمى من المتزوجين اسما يعيشون في بيوت بدون زواج شرعي، وبالتالي حتى تحاول الكنيسة أن تستقطب أعدادا كبيرة لحضور الكنيسة أصدرت كنيسة بريطانيا قرارا بعدم الحاجة إلى الزواج الشرعي، وأنه قد يعيش الشخص مع امرأة في بيت واحد ويعتبر هذا زواجا شرعيا بدون عقد أي مراسيم إذا ما استطيع أن يثبت أن هذا الشخص وهذه المرأة عاشوا مع بعضهم البعض لمدة 6 شهور حسب القانون الوضعي البريطاني، لأن القانون الوضعي البريطاني يمنح لأي امرأة عاشت مع شخص حوالي 6 شهور وما فوق حقوق الزوجة من الطلاق والميراث وكل شيء. فأصبح الآية بالعكس، بدل أن تكون الكنيسة هي مشرعة القانون والمجتمع بدأت هي تتبع القانون الوضعي الموجود وسمي من قبل البشر. هذا ترك أثر فظيع جدا بالنسبة للنصارى، 75% إلى 80% من النصارى الموجودين في بريطانيا نصارى بالاسم، يسمى نصراني، قد يذهب إلى الكنيسة عندما يكمل 40 يوما ويعمد، قد تقام عليه عميد الختان، قد لا تقام عليه، قد يذهب إلى الكنيسة، قد يعرف أن هناك إله لكن يعرف أنه اسمه مسيحي علم ذلك. إذا أردت أن تعمل إحصائية بسيطة جدا حاول أن تتكلم مع المسيحيين الموجودين في عمان واسأل كم واحد منهم قرأ الإنجيل أو اطلع على الإنجيل أو يعرف كم كتابا في الإنجيل، أو هل هناك في فرق بين الإنجيل البروتستانتي والإنجيل الكاثوليكي. الغالبية العظمى ليس لديهم أي فكرة، هي مسألة هوية شخصية، أراد أن يكون مجموع مع أهل بلده فأصبح المسيحية. هناك الهدف أساسي بالنسبة لنا إحنا يجب أن نبتغيه وأن نجعل من حياتنا سبيل لتحقيق هذا الهدف، وهو أن نعرف عن هذه الديانات بأقصى قدر ممكن. إذا نحن لم نستطع أن نعرف ونفهم هذه الديانات في كلها،
نستطيع أن نفهم هذه الشعوب والمجتمعات أن ندرسها ونحللها من نواحي اجتماعية، من نواحي فلسفية، علمية، فكرية، لا نستطيع أن نتحدث معهم لأنهم سبقونا في أمور علمية كثيرة، هم سبقونا في أمور فلسفية كثيرة أيضا، وهم يعيشون في هذا الفيلق، فيلق الفلسفة. إذا استطعت أن تتحدث مع أي من النصارى خصوصا القساوسة ينأى بسرعة عن عقائد الإيمان ويبدأ في الفلسفة، شغلتهم، هم خلقوا من أيام اليونان والرومان في الفلسفة. العرب الفلسفة ليست أن يكون لهم أساسا، وعندما دخل العرب الفلسفة أضاعوا أنفسهم. أما بالنسبة للمسيحيين يعيشون على هذه الفلسفة ويعيشون أسرى لكلامهم المحرف، ثم يحرفونه، ثم يعيشون أسرى له، ثم يحرفونه، ثم يعيشون أسرى. فالمفروض منا أن نفهم أولا بادئ بديننا الحنيف، أن تكون عقائدنا سليمة، أن لا يكون هناك أي شكل سابق. الله سبحانه وتعالى هو أن نفهم معنى كلمة لا إله الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق سوى، لا إله إلا هو الأول الآخر الظاهر الباطن، هو كل شيء، هو قبل كل شيء. فإذا اعتقدنا بالله سبحانه وتعالى ثم ذهبنا إلى هذه المفاهيم استطعنا بكل سهولة أن نجد الخلل ونجد الخطأ، ومن ثم يمكننا أن نتناقش معهم وأن نناقشهم بالأحرى وأن نقصد أفكارهم. هم يتعلمون اللغة العربية، يتعلمون الشريعة، يتعلمون الفقه. مؤخرا زار الشيخ بروفيسور أستاذ من جامعة شيكاغو اسمه هارولد فوغلر، لم يدرك كتابة في اللغة العربية استطاع الوصول إليه عن الفرق بين المسيحي والإسلام إلا وقرأ. قرأ كتب حتى إحياء علوم الدين الإمام الغزالي، قرأ جميع الكتب عن الإسلام طمعا في أن يفهم الإسلام أو أن يجد ثغرة في مفاهيم في الإسلام أو صيغة تصيغ بها الإسلام من قبل العلماء المسلمين حتى ينفذ منها. وأسس برنامج ودورة تدريبية في جامعة شيكاغو، طبعا المظهر لها أن هي دورة أو برنامج تعليمي حتى يعلم المسيحيين عن الإسلام، وأن تكون هناك مرونة وأن يكون هناك نوع من تقبل المسيح للمسلمين، ولكن في كل الأمر في حقيقة الأمر هي مسألة لفهم الإسلام، ومن ثم أو من ثم الطعن فيه يستطيع ذلك سبيلا. هم يخططون طبعا وهم يعملون على خطط طويلة المدى 50 سنة مثلا. لا تتوقع أنك ممكن أن تكلم وأن تكتب مقالا عن الإسلام والمسيحية وأن يحدث الأثر أو أن تبدو النتيجة في خلال أو في غضون ساعات أو أيام أو شهور. يجب أن يكون التركيز على الخطط الطويلة المدى. أنت تبدأ الطريق، أخوك يأتي بعدك هو يكمل الطريق، لأنه مسيرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يجب أن نبلغ أن تكون حياتنا هي مثال تطبيقي لجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لجميع شرائع وعقائد الإسلام بالطريقة التي يمكن أن يفهمها هؤلاء الأجانب، لأن الدين المعاملة. أنا أود أن أكتفي بهذا القدر، لأن مثل ما بلغتكم أنا لا أعرف عن هالمواضيع بقدر ما أبلغ ما توصل الشيخ. وإضافة إلى هذا لم أتوقع أن يطلب مني أن أتكلم عن هذا الموضوع، فأرجو المعذرة وأرجو أن يوفقنا الله جميعا من الإسلام والمسلمين، وأرجو أن تشدوا من عزمكم وأن تجمعوا إلى علمكم في دين الله سبحانه وتعالى اللي هو أشرف علم، معرفة باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو أي لغة أخرى. اللغة العربية برغم شرفها قد لا تكفي في زمننا هذا، إنك تستطيع أن تتكلم أن تطلب من جميع العالم أن تتكلم العربية، ولكن يجب علينا أن نتعلم لغة أخرى حتى نأمن شرها. بارك الله فيكم جميعا، ونطلب منكم الدعاء الصالح لجميع المسلمين.